السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وابتدينا التلت الثاني من رمضان، له طاقة مختلفة ومميزة وذكية قوي. تعالوا كده نشوف الدنيا أخبارها إيه، من علامات جميلة مبشرة واختبارات كمان حصلت مع الروحانيين، وده من واقع تجارب متابعينا على الانستجرام بعتوها لي الإدارة من هناك. كل حاجة هقولها لكم إن شاء الله في الحلقة دي، فياريت تشوف الحلقة للآخر تجنباً للأسئلة المتكررة، لأن في ناس كتير بتشوف أول حتة وتقوم قافلة، وبعد كده يروح يسألوا فريق العمل على حاجات أنا فعلاً شرحتها في الحلقات بس ما هنش عليهم يشوفوها للآخر. نيجي بقى للعلامات. مبدئياً هي مش لازم كلها تحصل معاك، بس ليا كده وقفة وملحوظة صغننة معلش يعني عايزة أقولها لبعض المتابعين اللي هم بيقولوا احنا بيحصل معانا العلامات والحاجات دي عادي جدا، واحنا ولا بنتعبد ولا بنعمل اوراد، تحس كده بيقولوها بفخر شويه. طيب اولا مبروك عليكم ان انتوا بيحصل معاكم الحاجات دي بدون عباده، بس عايزه اوضح حاجه مهمه جدا، انه شتان بين حد بيحصل معاه الحاجات دي تلقائيا وبين حد اتفعلت معاه العلامات والامور دي بسبب العباده والاوراد. بعدين حضرتك ما تجرب تتعبد وتعمل اوراد، يمكن تنتقل لمستوى أعلى. مش أنت شايف نفسك خارق؟ خلاص اشتغل على نفسك هتبقى أحسن من الناس التانية، وده شرحته في آخر درس في قناة آدم 11A في كورسز اللي الرابط بتاعها موجود في صندوق الوصف، إن في ناس بيحصل معاهم تواصل مع الموارئيات حتى لو ملحدين، لكن في فرق بينهم وبين اللي بتساعدهم كيانات نورانية بسبب العبادة، في فرق كبير جدا، فلا داعي للمقارنة. بالنسبة بقى للعلامات، في طبعا متابعين بدأت تحصل معاهم العلامات اللي قلتها في الحلقة اللي فاتت واللي قبل اللي فاتت، مش هنعيدهم تاني، هنشوف الجديد بقى بسبب العبادات، سواء البرنامج الرمضاني اللي أنا حطيته قبل رمضان أو كل واحد والبرنامج بتاعه في العبادة الخاص بيه والصيام الصحيح. أول علامة ظهرت لأكتر من متابع ودي عجباني قوي قوي ومبشرة جدا، هو تغير في أسلوب التواصل الروحاني، بمعنى انه بعد ما كان التواصل منامي فقط مع الكيانات النورانية، التواصل بقى واخد مستوى اعلى عن طريق انه يحس الحاجة فجأة بطريقة الحدس الرباني، يعني فجأة يفتكر فلان وشوية يجيله خبر عن الفلان ده فعلا، فجأة يحس بتذوق كده لأكلة معينة بشكل حقيقي جدا، يحس طعمها في بقه، وفجأة يلاقي اهله طبخين الأكلة دي في نفس اليوم، ولما بيدخل في النوم أو هو بيصحى من النوم بيسمع إجابات في ودانه أو إلهامات عن حاجات تهمه وعايز يعرف عنها إجابة مهمة جدا. في بقى 4 فرحانين وأنا فرحت لهم برضو إن هم عرفوا حاجات تخص أمنياتهم المتأجلة وهم بيصحوا من نومة في أجزاء كده من الثانية، لأن نومهم أصلا متقطع ومش عميق وفي اضطراب بسبب رمضان، فما كانوش عارفين يحلموا كويس، بس عرفوا الإجابة في اللحظة اللي بقول لكم عليها وهم بيصحوا من النوم. كل ده عبارة عن نوع من الاستبصار المسبق بشكل سريع جدا وبيكون أول بأول أول بأول. ده بقى مخليهم مش محتاجين يقلقوا، لان في اخبار وحشة كانوا بيتخيلوها عرفوا كويس انها تبع القلق الزايد والهواجس الشيطانية، وبقوا دلوقتي معتمدين على الحدس الرباني السريع. تاني علامة مشاعر كبيرة قوي من التسامح وعدم الغل والنفسنة تجاه الاخرين حتى لو كانوا اصلا مضايقينك. ففي كتير بقى قالوا ايه ده، هو احنا كده بنتنازل عن حقنا ولا ايه؟ لان احنا حاسين ان احنا في حالة سلام داخلية كبيرة قوي ومش حاسين بنفس مشاعر الغيظ من اللي ضايقونا. لا، انتوا ان شاء الله مش هتتنازلوا عن حقكم، بس فعلا انتوا وصلتوا لمرحلة من النورانية عملت تكسير لكل المشاعر الشيطانية، لان اي مشاعر سلبية اصلا سببها الشيطان، ولما تاخدوا حقكم من اللي ظلموكم بعد كده هتاخدوه بالعقل مش بطريقة الانتقام والتهور، وده ان دل على شيء فهو يدل على انك فعلا بتعبد ربنا كويس وماشي على اورادك مظبوط، فانت المفروض اصلا تفتخر. تالت علامة حلوة قوي برضو وجود بركة غريبة في الوقت بالنسبة للاوراد والعبادات، وكأن ربنا بيطوي الزمن عشانك. في كام متابع ومنهم امهات على فكرة، يعني عندهم مسؤوليات وبيت واسرة،
قالوا اننا في الاول كنا مستتقلين، يعني كنا شايفين العبادة تقيلة وشايفين ان الاوراد كتير علينا، لكن قلنا ناخدها تحدي، ولما حصل التحدي لقينا نفسنا بنزود اكتر واكتر واكتر، والوقت مكفي عادي كمان. يعني يا عسلية، انت كنت قايله لنا في المستوى المتقدم اللي هو المستوى الثالث من البرنامج الرمضاني اقروا 6 اجزاء في اليوم، لقينا نفسنا ممكن نوصل كمان لاكتر من 10 اجزاء. ما شاء الله، الله اكبر الله اكبر. يعني مش عايزه احسدكم على الحاجه الحلوه دي، واحب اقف في النقطه دي معلش واوضح اجابه سؤال معارض بيقول انا ليه اقرا اجزاء كتير، انا اصلا عايز اتدبر كل كلمه واقف عند كل حرف ومش عارفه ايه. ماشي حضرتك تدبر، محدش منعك، بس التدبر اللي هو بتقف فيه عند كل كلمه وتاخد فيه اليوم كله في حته صغيره من القران، معلش انت ده معناه اصلا انك ما كنتش بتقرا قران من البدايه، لدرجه انت بتقرا الكلام لاول مره بتحاول تفهمه. موضوع الاوراد والمستوى المتقدم ده للناس اللي دايما مداومه على الذكر واوريدي تدبروا القران من الاول وفاهمينه، مش محتاجين يفهموه كل مره، ولو في كلمه وقفت في ايدهم ممكن يفتحوا جوجل ويشوفوها على طول، مش هتاخد ثواني. وفي البرنامج الرمضاني انا كنت عامله 3 مستويات، منهم مستوى للمبتدئين في حاجات خفيفه جدا، فانت من المبتدئين جاي تكلمنا في المستوى بتاع المحترفين ليه؟ انا اوريدي مقسمه من الاول. علامة كمان برضو مميزة قوي هو مستوى أعلى من الإدراك والحكمة، حصل معاك فجأة كده بدون يعني فهم أنت حصل معاك ده ليه. بعض الناس كانت معترضة على ظروف حياتها أو علاقات فاشلة مروا بيها أو أشخاص سامة أو اترفضوا من وظيفة مثلا أو في أمنية في حياتهم وعكست حصل فيها عكوسات عشان ما تتحققش، فبدأوا الفترة دي يحسوا أهمية الظروف اللي حصلت دي، وبدأوا يشوفوها بوجهة نظر تانية خالص بطريقة حكيمة، بل شايفين إن هي كانت لازم تحصل عشان حياتهم تتغير لأن ما كانش فيها خير. علامة كمان برضو أنا شايفها نادرة بقى لأنها جت من شخص واحد بس هو اللي بعت لنا، إنه البصيرة عنده اتفتحت بزيادة لدرجة إنه شاف الهالات والشكرات بتاعت والده ووالدته لمدة ثواني وبعد كده اختفت، وشاف إنه في مشكلة أو بقعة سودة في شكرة البطن عند والده، وبيسألني ده معناه إنه هيجيله مرض أو حاجة وحشة في المعدة لما يدخل المرض بقى للبعد المادي ولا إيه؟ بص حضرتك، أنا لما شفت الهالات والشكرات شفتها بجهاز تصوير طاقة من دكتورة أجنبية كانت معنا أيام الكورس بتاع علم الطاقة، لكن أنا شخصيا البصيرة بتاعتي مش بتشوف الهالات، فعلى حسب علمي لما هي ورتنا من الجهاز أنه في بقعة سودة في بعض الشكرات أو معناها أنه في خلل في الشكرة دي وممكن فعلا يتحول لمرض جسدي، بعدين بياخد شهور عبال ما يتحول لمرض جسدي. فأنصحك بقى معلش إنك تتواصل مع دكتورة رشا برهان، يعني القناة بتاعتها موجودة في اليوتيوب، هي أصلاً مستبصرة وبتشوف الحاجات دي طول الوقت ما شاء الله الله أكبر من غير أجهزة، هي موهوبة في كده، قل لها تتصرف إزاي لأن هي كمان معالجة، هي مش مستبصرة بس. في تانيين كمان اتفتحت معاهم البصيرة بس بشكل تاني، إن هم بيشوفوا حاجات قبل حدوثها، يعني بيشوفوا خبر على النت وبعد يومين يلاقوه نزل ويستغربوا هو نزل تاني ليه الخبر ده، ده احنا لسه شايفين الخبر ده من كام يوم، بس هم بعد كده بيتأكدوا انه فعلا هو ما نزلش قبل كده ودي اول مرة ينزل فيها، فعرفوا ان هم بيكونوا شافوه قبلها بيومين. نيجي بقى لبعض الاختبارات في رمضان في العالم النوراني حصلت للأغلبية. واحدة بتقول لي انا بدأت بحماس في رمضان، على فكرة هي مش واحدة، اكتر من واحدة بتقول ان هي بدأت بحماس في رمضان وكانت بتتعبد كتير، لكن هي دلوقتي مش قادرة ومصدعة ومش عايزة تعمل اي حاجة. مفيش مانع طبعا انك تريح يومين تلاتة تاخدي كده هدنة من الطاقة بتاعت العبادة اللي انتي دخلتي نفسك فيها فجأة عشان حتى تعرفي تكملي. انا شخصيا خدت الهدنة دي عادي جدا، ده اختبار حضرتك عشان يشوفوكي هتوقفي ولا لا. ارجعي تاني للعبادة لان اصلا تكرار العبادة والاوراد له قدرة عالية جدا وهيلة بشكل لا يوصف في استجابة الدعاء، لانه بيعلي النورانية للجسد وبيخليكي تشبكي في تردد الهدف بتاعك لو هو التردد بتاعه اعلى من التردد بتاعك انت. سيدنا عمر قال انا لا احمل هم الاجابة ولكني احمل هم الدعاء، لان الدعاء فعلا لازم يبقى له طريقة معينة وتردد معين عشان يحصل على الاجابة. شوفي حلقة سحر الصدفة للدكتور نهاد رجب تاني، معلش انا بقول لكم عليه تاني لان الحلقة دي نص ساعة بس كنز كنز بجد، بيتكلم فيها عن أهمية التكرار وإنه بيسبب حدوث معجزة،
وبعدين ده حتى في القرآن مكتوب الذكر الكثير، يعني لازم في كل وقت الواحد يذكر ربنا. حتى ربنا جل جلاله قايل في المصحف انه مكرر الآيات وبينسخها لحكمة من عنده. فلما تلاقي انك وقفتي اعرفي انه انت بتقولي لهدفك مع السلامة، وانت اصلا في فرصة ذهبية من التردد العالي النوراني الجمعي، فبلاش تضيعيها وبعدين تيجي تزعلي بقى في الرسائل والتعليقات بقية السنة. تحدي نفسك، معلش ملهاش حل تاني، دي مسألة إرادة. الاختبار التاني، واحد بيقول انه لسه معاه ارتفاع الشهوة مستمر، وانه متأكد انه مش معاه مس عاشق ولا حاجة، ولما سأل الشيخ بتاعه قال له هو العبادات والصيام بتعمل كده عشان بيكون اختبار قوي من ربنا سبحانه وتعالى، وانه في صحابي جليل بسبب زيادة شهوته في الصيام كان بيفطر على جماع زوجته وما كانش مسحور يعني. ولما سأل برضو الدكاترة قالوا له في رمضان بيزيد هرمون الاندروفين، وده هرمون المتعة، لانه الجسم بياخد سلوك مختلف وعبادات وجهاد نفس، فالهرمون ده يقوم يزيد. وبيسأل اعمل ايه، انا بقى مش متزوج، يعني الصحابي ده كان متزوج انا مش متزوج، اعمل عادة سرية يعني ولا ايه؟ معلش نفس الإجابة للشخص اللي كان قبل منك اللي هي البنت اللي مقصرة في العبادة، هي مسألة ترويض نفس ملهاش حل تاني. امال انت عايز تكتسب قوة روحية ازاي وتعيش الحالة النورانية ازاي؟ ببلاش؟ مفيش حلاوة من غير نار، لازم هتتعب. والعادة السرية دي اتكلمت عنها في القناة التانية برضو اللي الرابط بتاعها في صندوق الوصف، بتهد كل حاجة انت بنتها روحيا في نفسك. انت هتحس ده، انت هتحس ده لوحدك، انا مش محتاجة اقولك. قارن نفسك بين قبل العادة وبعد العادة، اوكي؟ في مشايخ حللوها للضرورة القصوى الشديدة جدا لو هيحصل ضرر يعني جسدي بسبب عدم تفريغ الشهوة، وأفضل طبعا أنك تتناقش مع شيخ مثقف في الأمر ده. الاختبار الثالث زيادة الكوابيس والأحلام المزعجة بالنسبة للناس اللي ما شاء الله عارفة تنام وبيقولوا ليه بيحصل ده في رمضان. أنا شرحت ده كتير قبل كده في حلقة المشاكل اللي بتحصل بسبب الأوراد. وفي سبب تاني كمان، إنه العقل الباطن بيعمل حالة تفريغ لكل السلبيات والمشاكل الموجودة في الطاقة بتاعتك على هيئة كوابيس. عادي العقل الباطن عمال ينظف نفسه، والناس اللي بتعمل تنظيفات طاقية عند مدربين تانيين، والتنظيفات دي ما فيهاش أوراد بس ليها طقوس تانية، بيحصل معاهم نفس العرض بالظبط. الاختبار الرابع، انا بحس بصداع جامد وتعرق وسخانية ومعرفش ايه من كل الاعراض الجسدية لما اجي اقرأ الاوراد او القرآن. ده انا قلته في الاعراض الجسدية اللي بتحصل بسبب الاوراد، لكن الصداع العادي بدون اوراد فده طبيعي بسبب تغير الطاقة وبسبب الصيام، يعني عادي احنا مش اول مرة نصوم. في ناس هتقول طب ما احنا بنصوم على طول قبل رمضان، اشمعنا رمضان السنة دي؟ لانه برضو رمضان له طاقة مختلفة، ما تحاولش تقارن رمضان بالأيام العادية، تمام؟ من فضلكم يا جماعة كمان، أنا لما عملت قناة تانية اللي هي آدم 11A في كورسز اللي رابط بتاعها موجود في صندوق الوصف، وشوف بكرر الكلام كم مرة، حطيت فيها الدروس من الصفر لحتى الدرس الـ40 تقريبا، حطهم بالترتيب، عملتها عشان محدش يسأل على الحاجات دي تاني. ما عملتش الدروس دي من فراغ، انا رغم ان انا برضو شرحها في قناة عسلية لكن شرحتها تاني في القناة دي. فعايزاك ما تعملش اوراد بغرض تنقية الروح ورفع رتبتك الروحية وانت مش عارف كل حاجة عن الموضوع. وبعتذر جدا لو جت الاسئلة دي تاني بخصوص الاعراض الجسدية، ايا كان العرض بقى اللي بيحصل معاك بسبب الاوراد او المشاكل اللي بتحصل بسبب الاوراد او الكوابيس اللي بتحصل بسبب الاوراد، انا مش هرد على الاسئلة دي تاني سواء انا وفريق العمل، معلش لان بجد قلتها كتير شرحتها كتير، في متابعين عندي اشتكوا من كتر ما انا بكرر المعلومات. فنصيحة، لما تيجي تدخل مجال جديد عليك ادخله من اوله وامشي فيه بالترتيب، ما تبقاش جديد في القناة داخل كده ومبتدئ واول مرة تشوف درس فتقوم مطبقه على طول، تمام؟ لان ممكن قوي يكون عندك اسحار او عوارض فظيعة انت مش عارف عنها اي حاجة، وجسمك كمان ضعيف وما بدأتش صح من الأول، فتقوم العوارض دي هجمة عليك خربالك كل حاجة في حياتك بسبب أنك قررت ببساطة تعمل أوراد وتنقي روحك. في الآخر هتيجي تلومني أنا، طب وعلى إيه اللفة الطويلة دي؟ تمام؟ بس ده كل شيء، أتمنى تكون الحلقة أفادتكم، وسلام.